اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في هذا الحوار الجديد. يعني بنكمل مع حضراتكم في اولى حوارات من القاهره هذه الليله. يعني بدايه هذا الحوار برحب مع حضراتكم بالاستاذ خليفه ادهم. استاذ خليفه ادهم هو رئيس تحرير مجله الاهرام الاقتصادي. استاذ خليفه برحب بسيادتك، اهلا وسهلا. اهلا بسيادتك يا فندم وكل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحقيقه يعني المبادره، مبادره البنك المركزي تريليون جنيه لتمويل المشروعات، قروض المشروعات. يعني كان في من 3 سنين توجيه من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون تمويل المشروعات 3% على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، 5% على المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أنا عايز أتكلم بس على تريليون جنيه في قروض المشروعات، نفهم من حضرتك هذا الإطار. يعني هو الحقيقة جه في سياق كان تصريحات للسيد محافظ البنك المركزي طارق عامر لما أعلن إن هو فيما يتعلق ووثيق الصلة بالمبادرة اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها دلوقتي، هي مبادرة السيد الرئيس اللي أطلقها لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكانت بتستهدف الحقيقة في ديسمبر 2016 كانت بتستهدف هذه المبادرة تخصيص نحو 200 مليار جنيه من محافظ البنوك لتمويل هذه المشروعات بفايدة مدعمة أو مخفضة جدا، حوالي 5% للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و7% للمشروعات في قطاعات الصناعة والتجارة، في الصناعة والزراعة آسف. هذه هي المبادرة. كان فيما يتعلق بوثيق الصلة في هذه، كان السيد المحافظ منذ يومين بيطلق مبادرة أخرى هي مبادرة البنك المركزي لرواد الأعمال في جامعة النيل، وهي اسمها رواد النيل للأعمال. فأعتقد أعلن وقتها أن لدى البنوك الجهاز المصرفي سيولة ضخمة جدا نحو ما يزيد عن 4 تريليون جنيه ودايع لدى البنك المركزي، وبالتالي في مقابل ان اجمالي التسهيلات الائتمانيه والقروض اللي قدمها القطاع المصرفي او البنوك بلغت نحو 1.5 تريليون. فهناك السيد المحافظ اعلن عن مبادره جديده اللي هو ان القطاع المصرفي خلال الفتره المقبله سوف يقدم تسهيلات ائتمانيه وقروض بنحو 1 تريليون جنيه من اجل دعم المشروعات التنمويه في مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري. يعني اعتقد ده هيكون ليه تاثير كبير جدا زي ما حضرتك اتفضلت، لان احنا لو قلنا على مستوى مبادره المشروعات الصغيره المتوسطه 200 مليار جنيه كانت منذ لو ديسمبر 2016 حتى هذا الان، زي ما اعلن السيد المحافظ ونائب المحافظ من قبل ان حوالي اجمالي اللي قدمته البنوك والقطاع المصرفي لهذا في اطار هذه المبادره لتمويل المشروعات الصغيره المتوسطه نحو 116 مليار او ما يزيد عن ذلك قليلا من اجمالي 200 مليار جنيه، واحنا عندنا كمان السنه دي. فاعتقد ان وفرت زي ما قال السيد المحافظ حوالي 470 الف شركه صغيرة ومتوسطة تم تأسيسها بفضل تمويلات هذه المبادرة. والحقيقة الكلام كويس جدا، ولكن احنا اللي يعني بين تحديين زي ما قلت لحضرتك قبل ما نطلع على الهواء. في ناس كتير جدا بتشتكي من هذا الأمر، وبتشتكي ان البنوك بتحط لستة طويلة جدا من الضمانات حق البنك، لكن لازم يكون في آلية تواصل بين مشروعات الشباب وأفكار الشباب وطموحاتهم، لأن كل الدول المتقدمة اشتغلت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبين ان البنوك عايزة تضمن حقها. الإجابة تسمح لي أن أتعرف عليها بعد موجز الأنباء. أنا أتوقف مع حضراتكم مشاهدينا الكرام دقائق معدودة في موجز الأنباء مع الزميلة إلهام نمر، بعدها نتواصل في هذا الحوار. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم بضيفي مره اخرى الاستاذ خليفه ادهم رئيس تحرير مجله الاهرام الاقتصادي، والحوار يدور حول مبادره البنك المركزي برصد 1 تريليون جنيه لتمويل قروض المشروعات. استاذ خليفه من جديد اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. قبل ما نروح لموجز الانباء، سالت حضرتك حوالين آلية التوازن بين مشاكل الشباب فيما يتعلق بمشاكلهم من البنوك، فيما يتعلق باشتراطات البنوك في تمويل المشروعات الصغيره، وكمان اشتراطات البنوك او احتياجات البنوك لمزيد من الضمانات. معاك حق، كل الحق فيما في السؤال ده، وسؤال مهم جدا، لأن عادة الحقيقة يعني البعض يتصور أن إطلاق هذه المبادرة وإتاحة البنوك هذا التمويل بفايدة منخفضة 5%، وهي الحقيقة فايدة متناقصة للمشروعات الصغيرة جدا، يعني قد تكون تصل إلى 2% إذا قسناها على طول الفترة وما إلى ذلك. فبالتالي بيعتقد أن هو مجرد أنه يروح للبنك أي بنك ويتقدم أن عنده مشروع، فمن المفروض البنك يقدم له التمويل فورا، وده مش صحيح. لأن الصحيح أيضا أن إذا كان البنك المركزي قدم هذه المبادرة للقضاء أو لحل مشكلة مهمة جدا كانت بتواجه تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة طول السنوات والعقود اللي فاتت، وهي الحصول على التمويل. كانت مشكلة يعني عصية. فهناك مشاكل أخرى الحقيقة، زي إيه؟ مشاكل تتعلق بأن يكون عنده دراسة جدوى، أيضا أن يكون عنده خبرات في هذا المجال. طيب هل البنوك تستطيع أن هي تمنح الفلوس دي، وهي هذه الأموال هي عبارة عن إيه في النهاية؟ مودعين، أموال مودعين، صح. فبالتالي البنوك حريصة على توظيف هذه الأموال بما يحقق الحفاظ على مصالح المودعين، وفي نفس الوقت بما يسهم في دفع التنمية الاقتصادية ودفع النمو الاقتصادي. هنا انت بتلاقي الحقيقة اتفضل، لابد ان يضمن حضرتك زي ما حضرتك تفضل حقوق المودعين، ويحافظ على هذه الاموال وتوظيفها في بما يحافظ عليها، واستعادة هذه الاموال مرة اخرى لصالح الاقتصاد. وبالتالي فالحقيقة كان يجب ان كل شاب يفكر في هذا المشروع صغير ومتوسط يكون عنده خبرة في هذا القطاع اللي هو ينشئ في هذا المشروع الصغير والمتوسط، وأيضا يكون عنده دراسة جدوى. وبالتالي الحقيقة مش أنا بفاجئ بكثير من الشباب يقول لي أنا بروح بنك وما يحصلش على تمويل وفي المبادرة دي وبتاع، في حين إن الأرقام بتقول إن في حوالي زي ما ذكرت لحضرتك 470 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تم إنشائها بفضل تمويلات هذه المبادرة اللي أطلقها البنك المركزي. وبالتالي حجم التمويلات كمان أن يصل إلى حوالي 136 مليار جنيه زي ما قال نائب محافظ البنك المركزي في المؤتمر اللي عقده صندوق النقد الدولي بمناسبة إعلان دراسة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة كلها، واختار أن يعلنها من القاهرة. فأعلن أن البنوك قدمت في إطار مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي أعلنها البنك المركزي نحو 136 مليار جنيه، اللي كان مستهدف 200 مليار 200 مليار بنهاية 2000 على مدى 4 سنين. يعني مع عندنا كمان هذا العام حتى نهاية هذا العام المفروض نصل إلى 200 مليار بفايدة منخفضة جدا. وبالتالي ده بيعكس قد إيه أن البنوك الحقيقة بتقدم هذا التمويل في اطار زي ما قلنا، في ناس بالفعل استفادت يعني. بالتاكيد، لانه زي محافظ البنك المركزي اعلن منذ ايام ان هناك 470 الف شركه استفادت، تم تاسيسها في اطار هذا. يعني ذلك ان هناك شركات قائمه ايضا في مجال المشروعات الصغيره المتوسطه حصلت على التمويل في اطار مبادره البنك المركزي. وبالتالي انا اعتقد ان كان يجب او ما زال يجب ان على الجائزه الحكوميه المختصه والمعنيه كلها ان تسهم في دعم وتنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة لتتكامل كل الجهود مع مبادرة البنك المركزي. والحقيقة يعني كمان يا أستاذ خليفة، لو حضرتك متابع، أكيد متابع أكتر مننا باعتبارك رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، الناس تصورت أو الشباب تصور بعد إنشاء جهاز مستقل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هتكون في آلية متكاملة بالتوازي مع البنوك المصرية تسهل أو توضح أو تساعد الشباب في أفكارهم ومشروعاتهم. هل ده بيتم ولا إحنا محتاجين مزيد من الجهد في هذا الإطار؟ لا، أنا أعتقد الحقيقة أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة الحقيقة بيساهم بدور كبير جدا، والأرقام بتقول ده الحقيقة يعني. ولكن هو في النهاية حضرتك زي ما قلنا إيه، العمل الحر وإتقان العمل الحر وإعداد دراسات الجدوى يحتاج أيضا إلى الدعم الفني. أعتقد إن الجهاز بيقدم جزء وجانب كبير من هذا الأمر، وربما المبادرة اللي أطلقها البنك المركزي ومحافظ البنك المركزي في جامعة النيل وهي رواد النيل للأعمال أو رواد الأعمال الحقيقة كانت مبادرة مهمة جدا في هذا الإطار، إن هي احتضان البنوك لأفكار الشباب الابتكارية والإبداعية، وإن هي تنميها عندهم وتساعدهم في تصميم هذه المبادرات وتحويلها من أفكار إلى مشروعات حقيقية. وهذا الأمر الحقيقة اكتسب أهمية كبيرة جدا. يعني علينا كلنا أن نتخيل معظم الشركات التي تتجاوز رؤوس أموالها الآن السوقية في البورصات العالمية 1 تريليون أمازون أو صحيح بدأت بهذه الأفكار رواد الأعمال. ومن هنا تأتي أهمية هذه المبادرة اللي أطلقها البنك المركزي أيضا، التي تتكامل مع مبادرة المشروع الصغير المتوسطة. وأيضا في هذا الاتجاه زي ما حضرتك اتفضلت، نحن نحتاج أيضا إلى أن يكون هناك تكامل كبير جدا، سواء حتى من المجتمع المدني الجمعيات الأهلية أو الجهات الحكومية الأخرى، في تنمية قدرات والشباب، في تقديم الدعم الفني للشباب اللي هو راغب في العمل الحر، بحيث ان يكون عنده دراسه جدوى، يساعده على اعداد هذه دراسه الجدوى، على اختيار المجال اللي هو ممكن ان الحقيقه يقيم فيه مشروعه، يساعده على السوق عايز ايه، لان مش كل فكره قابله برضه بتواجه تحديات ان هو السوق واحتياجات السوق، وهل هناك منافسين ودرجة المنافسة في هذا القطاع، وبالتالي هناك مشاكل التسويق، مش بس مشاكل التمويل، هناك مشكلة التسويق، مشاكل الدعم الفني، التدريب والتأهيل للعمالة، أيضا مشكلة النظم الإدارية وإتقان الإدارة في هذه المشروعات والقدرة الإدارية على إدارة هذه المشروعات، وأيضا إلى تسويق هذه المنتجات في النهاية في الأسواق بشكل يضمن استمرارية هذه المشروعات ونجاحها والتوسع فيما بعد. والحقيقة ده مهم جدا، لأن زي ما حضرتك اتفضلت في بداية الكلام أن كل الاقتصاديات بما فيها اقتصاديات الدول المتقدمة، حتى اقتصاديات شفنا إيطاليا، إجمالي المشروعات الصغيرة المتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي بتساهم بما يصل إلى يتجاوز 75% من الناتج المحلي الإجمالي. الدول الصناعية الصاعدة سواء كوريا الجنوبية أو ماليزيا أو كل الدول شرق آسيا دي، الفلبين وكل هذه الدول، أندونيسيا، كلها بتساهم فيها المشروعات الصغيرة المتوسطة بحصة كبيرة جدا في الناتج المحلي الإجمالي. خلينا نقول مثلا الصين، وهي القوى الاقتصادية اللي هي الحقيقة بازغة بشكل كبير جدا، القوى الاقتصادية الثانية في العالم، ويتوقع أن تحتل القوى الاقتصادية الأولى خلال سنوات قليلة، بيساهم فيها صادرات المشروعات الصغيرة المتوسطة بنحو 2/3 صادراتها من مشروعات كمان الصناعية، السلع الصناعية. فإحنا تنظيم هذا القطاع وإزالة المعوقات من أمام هذا القطاع اللي هو المشروعات الصغيرة المتوسطة، وتقديم الدعم الفني والدعم الحقيقة التسويقي والدعم أيضا في التدريب والتأهيل وما إلى ذلك، مهم جدا يتكامل مع مبادرة البنك المركزي في حل مشكلة الحصول على التمويل المصرفي. الحقيقة كمان في بعض الحاجات محتاجين نفهمها من حضرتك بلغة الاقتصاديين. يعني إيه حجم الودائع في البنوك المصرية وصل ل 4 تريليون جنيه؟ يعني الحقيقة ده برضه مؤشر للثقة في البنوك والقطاع المصرفي، وده بفضل اللي حضرتك كنت بتكلم فيه في الفاصل دلوقتي اللي هو تطوير البنوك. انت قلت في حاجه قال عليها المحافظ مهمه جدا، هو تطوير القطاع المصرفي، لان تطوير البنوك الحقيقه والقطاع المصرفي اللي شهدوا منذ منتصف 2004 على مدى الفتره اللي فاتت كان مهم جدا. إعادة الثقة والقدرات والإمكانيات وقوة الجهاز المصرفي والبنوك، وبالتالي عندما تصل إجمالي الودائع في القطاع المصرفي تتجاوز 4 تريليون جنيه، فده مؤشر على قدرة هذا القطاع على تعبئة مدخرات المصريين وإعادة توظيفها لصالح الاقتصاد المصري، لأن البنوك هي وسيط مالي، وبالتالي أنت بتساعد على الادخار وتوظف هذه المدخرات لمصلحة المشروعات التنموية ومصلحة الاقتصاد المصري في نهاية الأمر. فده بيعكس قد إيه ثقة، وخاصة إن إحنا لو شفنا قد إيه مثلا النمو في هذه الودائع في الفترة الماضية، شهدت نمو كبير جدا خلال الفترة الماضية. ده بيعكس قد إيه ثقة المصريين في القطاع المصرفي والبنوك في العاملة داخل مصر. في المقابل أيضا حجم القروض اللي قدمتها هذا القطاع المصرفي كانت مثلا تتجاوز 1.7 تريليون جنيه مصري، ساهمت طبعا في تمويل مشروعات تنموية عديدة جدا، ساهمت في حركة التجارة الخارجية لمصر. يعني علينا يعني في المقابل يعني مثلا 9 شهور الاولى من 2018 حتى سبتمبر 2018 حجم القروض اللي قدمتها هذه البنوك حوالي 193 مليار جنيه. فكل ده بيصب في شرايين الاقتصاد، بيسهم في اقامه مشروعات، في تمويل مشروعات اللي احنا بنشوفها القوميه الكبرى دي والمشروعات وما الى ذلك، هي كلها قائمه على تمويلات القطاع المصرفي. والحقيقه هناك ميزه مهمه جدا ما زالت لدى القطاع المصرفي في ان عنده سيوله ضخمه جدا لتمويل مزيد من هذه المشروعات خلال الفتره المقبله مع انتعاش الطلب على الائتمان وانتعاش الاقتصادي اللي احنا شفناه ترجمته بوضوح في زياده معدل النمو الاقتصادي خلال النصف الاولاني من العام المالي الحالي اللي هو من يوليو 2018 حتى نهاية ديسمبر 2018 بلغ معدل النمو 5.5% بزيادة من 5.3% في العام المالي الماضي. ده يعني ان احنا زيادة معدل نمو بصفة مطردة، يعني لان 2008 العام المالي الماضي ارتفع معدل النمو ل 5.3% من 4.3%، وده كان اعلى معدل نمو في منطقه الشرق الاوسط باكملها زي ما اعلن صندوق النقد الدولي منذ مؤخرا ان الاقتصاد المصري بيحقق اعلى معدل نمو في الشرق الاوسط. الحقيقه كمان عندي سؤال متعلق بالانجازات التي حققها القطاع المصرفي في الرقابه على البنوك. نعم. الملاحظ خلال الفتره الاخيره وده للامانه ان في انضباط غير عادي في اداء البنوك المصريه بالتأكيد، سواء في البيانات الشخصيه المتعلقه بالعملاء، حساباتك، يعني كل الامور دي. بالتأكيد يعني خلينا نقول ده جزء أصيل في تطوير القطاع المصرفي، لأن الحقيقة بيضمن تطبيق المعايير المصرفية العالمية صحيح في الإقراض، في التوظيف، في التعامل مع العملاء، ويضمن أيضا الحفاظ على حقوق العملاء وحقوق المودعين في ذات الوقت، وبالتالي ده بيترجم في إيه؟ متانة وقوة الجهاز المصرفي. يعني خلينا نشوف أصول الجهاز المصرفي بلغت 5.5 تريليون جنيه، فده بيعكس قد ايه قوه ومتانه القطاع المصرفي في مصر. البنوك تلتزم بهذه المعايير في الاقراض ان هي عند حسب نسبه من القاعده الراسماليه لدى كل بنك، ودي معايير مطبقه في مصر بقوه. نجد ايضا ان البنوك عندها فيما يتعلق بالتحول ومساعده من المبادرات اللي بيطلقها البنك المركزي، ده بيساعد انها تنفذها بقوه. شفنا مبادرة التمويل العقاري قد إيه كانت مهمة جدا فيما يتعلق بانتعاش قطاع التطوير العقاري، ساهمت في تمويلات بنحو 20 مليار جنيه تمويلات باستعار فايدة مدعمة وعلى فترات طويلة جدا. أسعار الفايدة كانت تقريبا من 5% لمحدود الدخل و7% ل8% للمتوسط، إسكان المتوسط، وإسكان اللي هو فوق المتوسط تقريبا كانت بتصل إلى 10.5%. دي المبادرة دي أطلقها البنك المركزي على شريحتين، كل شريحة منهم ب10 مليار جنيه، انتهت منذ الشهر الماضي، وبالتالي ساهمت الحقيقه في حققت اكتر من هدف، اصابت اكتر من هدف. على مستوى الاقتصاد انعاشت هذا القطاع اللي هو ساعد في انعاش مواد البناء وصناعات الحديد وصناعات الاسمنت وصناعات كثيره، وايضا في استيعاب عماله وتوفير فرص عمل في هذا القطاع كبير اللي هي كثيف العماله. ثانيا في تعزيز الانتماء لدى المواطن ومحدود الدخل، ان هو يكون عنده وحده سكنيه مملوكه ليه بسعر فايده بياخدها مدعم، وأيضا على فترات سداد 20 سنة، فساعدت هذه المبادرة. وما لم يكن لدينا قطاع مصرفي قوي ما كانش يقدر ينفذ هذه المبادرة. عندنا مبادرة المشروعات الصغيرة المتوسطة زي ما قلنا اللي تم إطلاقها وأعلنها السيد الرئيس وتبناها البنك المركزي وبتنفذها البنوك بخطة ثابتة، وشفنا منحت حوالي 136 مليار جنيه. عندنا مبادرة مهمة جدا وهي مبادرة الشمول المالي. أعتقد دي هي التحدي المهم الذي يواجه القطاع المصرفي، وده اللي الحقيقه اتكلم عنه السيد المحافظ في مؤخرا منذ ايام، اللي هو تطوير البنوك بما يساعد القطاع المصرفي على تحقيق التحول الى الاقتصاد الرقمي. لان الديجيتال بانكينج او الخدمات الماليه التكنولوجيه هي المستقبل كله، بحيث ان دي بتساعد على دفع النمو، بتساعد على الشفافيه، بتساعد على الحوكمه والقضاء على الفساد، بتساعد على ان انت السرعه في هذه التعاملات. يعني لان احنا عندنا نسبه الاشباع اللي هو المحمول في المجتمع حوالي يزيد عن 100%، وبالتالي عندك قدره كبيره جدا على التحول الى التكنولوجيا الماليه باستخدام عايز تقول لي مؤهل المجتمع مؤهل الى حد كبير، ولكن دور القطاع المصرفي بيلعب دور مهم جدا في هذا الامر، وده الحقيقه انعكس ايجابيا على نسبه الشمول المالي في المجتمع المصري، كانت 13% منذ سنتين، دلوقتي احنا 33% نسبة أو نقترب من 35% نسبه الشمول المالي. الشمول المالي دي يعني ايه؟ يعني نسبه الفئات الناضجة اللي ليها حسابات مصرفية في البنوك، وده بيساعد ايه بقى؟ سهولة حصول الفئات المحدودة على الخدمات المالية اللي هي مشروعات صغيرة متوسطة، متناهية الصغر اللي هي تحصل على قروض صغيرة جدا بفايدة مدعمة، وبالتالي تقوم مشروع صغير جدا. وشفنا التمويل متناهي الصغر شهد طفرة كبيرة جدا خلال العام الماضي بفضل ان البنك المركزي سمح للبنوك بتمويلات هذا القطاع متناهي الصغر. شرفتني في هذا الحوار، أنا بشكر حضرتك جدا الأستاذ خليفة أدهم رئيس تحرير مجلة الأهرام الاقتصادي، شكرا جزيلا، بشكرك على كل هذه الأفكار والمعلومات، شكرا جزيلا، بشكرك يا فندم جدا. بعد قليل مشاهدينا الكرام هنتكلم مع حضراتكم عن جهود وزارة الداخلية في مواجهة العمليات الإرهابية. هيكون معنا في هذا الحوار السيد اللواء أشرف أمين الخبير في الشؤون الأمنية. بعد قليل ابقوا معنا.